الثانوية العامة على الأبواب، الامتحانات قربت وحالة الطوارئ أعلنت في كل المنازل المصرية، لكن على حسب كلام وتصريحات وزير التربية والتعليم مؤخرا أنه النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة اللي هيطبق من العام القادم هيقضي على التوتر اللي موجود في المنازل المصرية. إزاي وإيه أهم عناصر النظام الجديد ومميزاته؟ ده اللي هنتعرف عليه في حوارنا التالي مع دكتور أحمد حنفي، خبير المناهج وطرق التدريس ومدير عام منطقة حدائق القبة التعليمية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. طيب، عندنا معلومات كده عامة جدا عن نظام الثانوية العامة الجديد، بس عايزين نتعرف عليه بالتفصيل من حضرتك. ايه أهم مميزاته بشكل عام، وبعدين نتكلم عن كل نقطة على حدة. طبعا هو في البداية بحيي البرنامج وبحيي قناة النيل للأخبار كلها، بحيي شعب مصر، وبنقول لمصر كلها ألف مبروك بالمبادرة الجميلة اللي احنا شفناها من الشعب المصري أثناء العملية الانتخابية اللي أظهرت مصر بالشكل اللائق والشكل المفروض اللي احنا فعلا كنا بنتمناه وكنا عايزينه. أما نيجي بقى للثانوية العامة ونيجي للتعليم، الثانوية العامة بصفة خاصة والتعليم بصفة عامة، هو المنظور ابتدى يختلف. سيادة الوزير هو ما بيتكلمش النهاردة على ثانوية عامة كثانوية عامة فقط، لا، هو هيحصل تغيير في الثانوية العامة، بس هيوازيه تغيير في المنظومة التعليمية كلها. هو هيبتدي بشريحتين، هيبتدي الشريحة الأولى بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ودي هيبقى فيها تغيير. المرحلة الثانية اللي هي الموازية ليها اللي هي الصف الأول الثانوي، هيبتدي بدول مع بعضهم في وقت واحد. طبعا ده مش من العام دوت، عشان الناس برضو تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي. ده هيبتدي الفكر دوت والمنظومة دي والنظام الحديث بدأ إن شاء الله من سبتمبر 2018، عشان يبقى على العام الدراسي 2018-2019. هو عايز ايه؟ احنا عندنا هدفين، في هدف عام وفي هدف خاص. الهدف العام اللي احنا نخرج بالتعليم للفكر البحثي. العالم كله النهاردة ما بيتعاملش مع المنظومة التعليمية بالفكر التقليدي، لا، هو بيتعامل معها من الفكر البحثي التقدمي. ولذلك احنا النهاردة هنلاقي ان ولادنا اللي طالعين بيتعاملوا مع التكنولوجيا بأساليب مختلفة عننا. هم شافوا اللي احنا ما شفناهوش. اكيد العقليات دي مش هيكافئها كراسة عادية وكتاب عادي ومنهج عادي، لا، الكلام ده كله هيختلف، هيبقى كله عن نظام بنك معرفة واستحضار معلومة من خلال نظام التعلم وليس التعليم. يعني ايه بنك معرفة؟ هو مجموعة هائلة جدا جدا من المعلومات والأسئلة وإجاباتها، ودوت اللي احنا هنستخدمه في الثانوية العامة بقى. بمعنى حضرتك قصدك مالتيبل تشويس، اللي هي الاختيارات اللي بتقيس مدى استيعاب الطالب من غير ما يبقى مطلوب منه يدش معلومات، يعني كده هو هيعرف النقطة الصح لانه مذاكر لانه فاهم، فمش مش هيحتاج ان هو يكتب كتير، بس هيميز الصح من الغلط. ولذلك احنا لو شفنا نظام البوكليت في الامتحانات، احنا ما عندناش اسطر كتير للإجابة، احنا عندنا السؤال ويا دوبك سطر او سطرين هو بيبين مدى فهم واستيعاب المتعلم. الطالب بتاعنا هو عنده ايه؟ ما عنده معلومه ايه؟ وبالتالي هو بيتعامل مع ديت. الثانويه العامه كنظام ثانويه عامه هو هيبقى تراكمي على مدار الثلاث سنين، فيها 12 امتحان. بالبديهي انت النهارده لو اخفقت في لقاء مش هتخفق في التاني، اخفقت في امتحان مش هتخفق في التاني، وبالتالي انت هيبقى عندك محاولات عديده انك انت تقدر تحصل من خلالها. طيب الامتحان هيبقى نظامه ايه؟ هل يا ترى هيبقى موحد؟ لا، مش هيبقى موحد. الامتحان هو مش هنتعامل مع الامتحان على انه حاجه على مستوى الجمهوريه، لا، ده كل مدرسه من المدارس هيكون ليها امتحان مستقل شانه شان المراحل اللي هي الصفوف العاديه اللي هي صفوف النقل. امتحان الثانويه العامه هيبقى مختلف من مدرسه لمدرسه، من مدرسه لمدرسه. المدرسه حتى مش محافظه محافظه، مش من محافظه ولا محافظه ولا الكلام ده خالص. هيبقى النظام انك انت كمدرسه النهارده جاهزه،
هتدوس ان انا اوكي جاهزه، انا عايزه الامتحان. هو هيستحضر الامتحان من على الجهاز، في مينت هيبص يلاقي الاسئله جايه له وهيبتدي يجهز لامتحانه وبيتعامل معاه ولادنا الطلاب. طيب احنا النهارده هنتعامل من خلال تاب، وتتذكري حضرتك ان احنا من اكتر من سنتين تقريبا او من 3 سنين وفي حلقه هنا برضو لما جينا ذاكرتك قويه بالظبط حضرتك ايام الاستاذ الدكتور محمود ابو النصر كان وزير التربيه والتعليم، واحنا اعترضنا يمكن كان في الحلقه دي على التاب في الوقت ده لان ما كانش ليه رؤيه واضحه هيتوزع على مين ومين الفئه المعنيه بالتعامل معاه، يا ترى محافظه ولا كل المحافظات، يا ترى معمم على كل المراحل ولا مرحله بعينها، وبالتالي فعلا كان فشل النظام. لكن النهارده مع فكر سياده الوزير الدكتور طارق شوقي، انا بصراحه احترمت التجربه بصفتي ان انا كنهارده كراجل خبير في المناهج وطرق التدريس، لما النهارده بيجي ياخد فئه بعينها زي مرحله رياض الاطفال ومرحله الصف الاول الابتدائي، هي فعلا هي مرحله خطيره جدا جدا. واحنا النهارده مش هنقول اصل صعب على الاولاد ان هم يتعاملوا مع التاب، لا، احنا عندنا اطفالنا من سن سنتين وسن 3 سنوات ويمكن سنه اقل من سنتين كمان، هو بصباعه بيمشي ايده على التاب. بس خلينا هنا برضو اسال سؤال، يعني احنا بنتكلم على نظام تعليم لكل شرائح المجتمع. عندنا تلامذة في قرى، عندنا تلامذة في نجوع، عندنا تلامذة في أماكن لا ما عندهمش لا تاب ولا عندهم حتى سمارت فون كويس، فالنقلة دي هتنقلها لهم إزاي؟ أنت بتفكر أكيد كدولة وكوزارة في أولادك بقى في كل المستويات، مش بس اللي في المدارس الانترناشنال أو في فئة مجتمعية معينة. أنا مبسوط قوي بالسؤال حضرتك ده، انتوا عاملين حسابكم على ده يعني؟ ده كويس جدا ان حضرتك قلت كده عشان نطمن الناس. النهارده الاتجاه هو اتجاه بالاهتمام الكبير جدا لجنوب مصر، لان من توجهات الرئيس ان تشال كلمه الصعيد ويبقى جنوب مصر. جنوب مصر واخد اهتمام كبير جدا جدا، شانه شان القاهره وهي العاصمه. هتتوزع التابات مجانا بدون اي مقابل على جميع محافظات الجمهورية، هيتوزع حوالي 1 مليون تاب تقريبا على الفئتين دول، الصف الأول الثانوي والصف زي ما قلت لحضرتك مرحلة رياض الأطفال وهي مرحلة غير منهجية منفصلة عن الصف الأول الابتدائي على المرحلة الابتدائية، ومش هيطالب بيه. وتتذكري حضرتك إن سبق إن كان موضوع توزيع التابات كان مقترن بإن لازم التاب يرجع، هو مش هيرجع التاب. الصعيد شأنه شأننا. هيجي سؤال هنا هيطرح نفسه، طب يا ترى النهارده لو الكهرباء اتقطعت، طب يا ترى لو ايوه طبعا دي كلها حاجات لوجستيه لازم نبقى عاملين حسابنا فيها. النهارده المدرسين اللي هيدربوا الولاد ممكن هو نفسه ما يبقاش مدرب على استخدام التاب او التعامل مع الاجهزه الحديثه عشان يعلم الولاد اصلا يتعامل ازاي ويجاوب ازاي ويستقبل الامتحان اونلاين ازاي. دي كلها خطه تدريبيه كويس لازم تاخد وقتها. انت حضرتك بتاخديني على فكره كويس جدا جدا، بتستحضري كل المعلومات بطريقه جميله. يعني اولا احنا سياده الوزير بخطوط متوازيه، احنا زي ما احنا ماشيين مع الطالب وبالفكر الحديث ماشيين مع المعلم في برنامج المعلمون اولا، واللي كان طبعا كان الداعم الاساسي ليه سياده معالي رئيس الجمهوريه بتوجهاته، وعلى فكره البرنامج ناجح جدا جدا. نفس المعلمين هم بيشيدوا بالبرنامج وقالوا احنا حاسين ان احنا بننتقل نقله ثانيه خالص. حتى في وجودهم مع اولادنا في المدارس، لا في حاجه جديده هم بيحاولوا حتى يطبقوا اللي هم بيتعلموه. برنامج الديسكفري اديوكيشن، وبالمناسبه ان احنا كان عندنا الديسكفري اديوكيشن الدولي كان موجود في مدارسنا وشافوا مسرحه المدارس في فناء المدرسه، وكان بالمناسبه كان عندنا في حدائق القبه موجود خلال الاسبوع اللي فات ده، واشادوا بالبرنامج وتطبيقه. ووجود ولادنا في فناء المدرسه مش بالتعليم التقليدي جوه الفصل، المنظور مختلف تماما. اليابان ممكن الولاد يبقوا قاعدين في جاردن وبيتعلموا،
احنا النهاردة ولادنا واقفين بالطريقة العنكبوتية بينهم وبين بعضهم، نظام الأسئلة المتبادلة بينهم وبعضهم من خلال كرة بيها عبارة عن خيط ملفوف في شكل كرة، بتمسك الطرف واحدة من البنات وبتحدف الكرة الواحدة من زميلها، الكرة بتروح عند زميلتها بتبتدي هي تسأل الزميلة اللي وصلت لها الكرة، هي بتجاوب، وبعد ما بتجاوب بتحدف الكرة لزميلة أخرى. بيمشي الأمر في إطار مشوق جدا، فضلا عن مسرحة المناهج كمان في إن ممكن حاجة تبقى صعبة بتاخد الشكل النغمي الجميل جدا جدا. ممكن الوقوف في صفين متوازيين لبعض، كل ده جاي من خلال إيه؟ من خلال أساليب مختلفة بيتعلمها المعلم، بالإضافة إلى تكنولوجيا التعليم ووجودهم فعلا في برنامج المعلمون أولا، وتعاملهم مع بنك المعرفة وإزاي هيستحضروا المعلومات وإزاي هيوصلوها للولاد. فإحنا ماشيين دلوقتي حضرتك مع طالب ومع معلم مع منهج، المناهج هتختلف، هتاخد الشكل البحثي. وليه هتاخد الشكل البحثي؟ عايز أقول لحضرتك إن مصر كويس جدا جدا إن هي في المجال البحثي بتنفق عليه شأن وشأن بعض من الدول الأجنبية، وقد تقترب من اليابان في نفقاتها على المجال البحثي. إسرائيل تفوقنا، يمكن إسرائيل في الصرف على المجال البحثي في البحث العلمي يمكن تكون ضعفنا، لأن هي فاهمة ومقدرة يعني إيه بحث علمي. إحنا بنفوق جميع الدول العربية، إحنا بنفوقها يمكن بالضعف. ابتدى سيادة الوزير في الفترة اللي فاتت ان هو بيطرح فكرة ان لازم في جميع المديريات ينشأ وحدات بحث علمي، والحمد لله كان يمكن القاهرة كان هي ليها السبق ان اول وحدة بحث علمي اتعملت في القاهرة. ولادنا النهاردة والأسر بقت مقبلة إقبال شديد على أمر البحث العلمي، وإن أولادهم يبحثوا عن المعلومة ومحققين مراكز كويسة جدا جدا. وفي أولادنا كانوا ممثلين مصر في اليونسكو الفترة اللي فاتت دي، ومنظمة اليونسكو أشادت بأولادنا وأشادت بالاختراعات اللي هم عاملينها. فعايز أطمن الناس إحنا رايحين إن شاء الله بقوة، وخاصة ان احنا يمكن اول مرة نسمع ان التعليم ان يتخصص له مثلا نص مليار من البنك الدولي. هو ده الحقيقة استثمار، يعني لما بتخصص المبلغ ده انت المفروض انك عارف انك بتستثمر في جيل كامل بالظبط هيديهولك تاني، هيرجع لك اكتر منه كمان من المبلغ ده لو اتعلم صح وفكر. طب فكرة الابداع والتشجيع على الابداع والابتكار اللي حضرتك قلت انها هتبقى موجوده بقوه في 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 المراحل التعليميه المختلفه، الى اي مدى الامتحانات هتقيس ده؟ هقول لحضرتك احنا طالما خرجنا خارج النظام التقليدي، هو احنا النهارده عارفه حضرتك نظام الاوبن بوك، خد كتابك معاك الامتحان بس مش هتعرف تغش منه، لانك انت مجرد ما هتفتح الكتاب هتضيع الوقت. انت عندك هو الامتحان هيبقى محسوب زمني مع عدد الاسئله. يعني احنا النهارده فعلا بنخرج بالفكره، انت هيبقى عندك كتاب موجود اهو وعندك الكتاب اهو موجود بالتوازي معاه، بس انت هتعتمد اعتماد كلي وجزئي في تعليمك على انك تفهم تستحضر معلومه انت تبحث عنها، لان احنا عندنا فرق بين التعليم والتعلم. احنا النهارده هنعتمد اعتماد كبير جدا جدا على التعلم وليس التعليم. التعلم هو استحضار المعلومه، البحث عنها من خلال المتعلم، وهيكون الدور للمعلم هنا هو الدور الإشرافي. هيجي لنا سؤال هنا هنقول طب احنا ليه ما ابتديناش في الكلام ده من بدري؟ وزارة التربية والتعليم شأنها شأن وزارة الصحة، هي وزارات خدمية. لو احنا لاحظنا ان الفترة اللي فاتت كان توجهات الدولة والقيادة السياسية التوجه الى البنية التحتية، وهو ده الفكر المنطقي جدا، الفكر الواعي، الفكر الرشيد. انا مش هينفع النهارده اصلح في عماره هي ممكن تكون قايله للسقوط
وانا ما رجعتش لاساساتها نفسه. ولذلك كان على مدار العصور السابقه والقرون السابقه وعلى مدار المراحل الزمنيه اللي فاتت دي، احنا بنلقى كل اللي بيجي يتعامل مع دولتنا بيتعامل على انها ابنيه، على انها مؤسسات بيحاول بقدر المستطاع ان هو يقوم بعمليه تجميل، عمليه ترميم، عمليه تطوير. التطوير ما بيتمش الا في اساس سليم. فالنهارده كون ان احنا لو جينا رجعنا كده لورا شويه، لما جينا نخش على كان كاس العالم لما اولوا يتعمل في مصر ونزلوا يشوفوا مصر تصلح لكاس عالم ولا لا، اتقال ان مصر لا تصلح لكاس عالم نهائي. كان ليه؟ لان الناس دي مش بتهزر، الناس دي بيقيسوا لك عربيه اسعاف لو مشيت في شارع هتوصل بعد قد ايه. صحيح. النهارده باللي بيحصل من طرق وإعادة تأسيس طرق، إعادة كباري وأنفاق وبنية تحتية أساسية للدولة دي بتوجه لاستثمار عادي. تمام. وبالتالي نقدر نستثمر النهاردة بقى في التعليم بعد ما الدولة بيبقى لها دخل إن شاء الله. أنا بشكرك دكتور أحمد حنفي، خبير المناهج وطرق التدريس ومدير عام منطقة حدائق القبة التعليمية، وأكيد لينا حوارات تانية إن شاء الله معاكم في متابعة اللي هيتم إنجازه في ملف التعليم الفترة المقبلة. إن شاء الله يسلمك. بكده نكون وصلنا لختام حواراتنا النهاردة في هذا الصباح، وغدا حلقة جديدة وفريق عمل مختلف من 8 ل 10 صباحا. إلى اللقاء.